مرحبا، أنا إيزان من حركة التغيير شمال أفريقيا، من الأعضاء الموجودين في خارج تونس. اوكي، اول سؤال إيزام، ما هو رايك في المنشور اللي اعلن وزير الداخليه، وما هي الاهداف حسب رايك من اعلان هذا المنشور في هذا الوقت بالذات؟ طيب، هو ما في الحقيقة يعني ما ثماش منشور، هو قال أنه باش يعيد تفعيل منشور كان موجود في عهد لمزالي، والمحتوى نتاع المنشور هذا يقال أنه يمنع تجاهر بالإفطار في رمضان وفتح المقاهي أمام العموم خلال معناها اليوم في وقت معناها اللي يسموه المسلمين وقت الصيام. المسألة هنا ثم فيها برشا غموض. علاش؟ لأنه المنشور هذا الناس كل سمعت به، لكن حتى واحد ما شاف، مش موجود معناها. فركزنا وحاولنا معناها نتصل بناس حتى في الرايد الرسمي، ما نشير ما طلبتش في الرايد الرسمي لأن المنشور عادة يكون وزاري، ما لقيناش المنشور هذا. دونك نجموا نعتبروا أن وزير الداخلية لا أصدر منشور ولا فعل منشور ولا عمل حتى شيء. وزير الداخلية بكل بساطة أعطى تعليمات، التعليمات هذه من اجتهاده الخاص، وهو ما لا يخوله له القانون طبقا للصلاحيات اللي عنده كوزير داخلية. يعني الأكل والشرب وفتح المقاهي ما يمثلش خطر على الأمن العام، ومناش في حالة طوارئ أنه المسائل يعني المحلات كي تبدا مفتوحة أو شخص يشرب في المياه في الشارع أو يبكي في سيجاره تمثل مساس معناها بموجبه ينجم يفعل معناها قانون الطوارئ، أو يمثل اخترع الأمن العام ونجم يوقف ويحاسب. اللي صار ذي وحكاه وزير الداخلية والتصريحات نتاعو نجم نبوبوها في باب تعسف في استعمال السلطة أو الانحياز معناها وتقسيم الشعب. باش نبنيو الفكره بشوي بشوي. التعسف في استعمال السلطه شنو معناه؟ معناه الوزير هذا هو وزير الداخليه، وعاده وزاره الداخليه من جمله معناها ما عندها مشمولات هي مشمولات الامن العام، ويعني التصدي لكل ما يمكن ان يمس بالامن العام والوقايه وغيره من الاشياء هذيك وحمايه الحدود وغيره. اليوم وزير الداخلية هذا كل ما عادش يعنيه، وإلا الخطر ولا الخطر معناها المحدق بتونس هو واحد كيف في سيجاره أو يشرب في الماء أو بقى محلول. هذه بالنسبة لي أنا نراها عبثية، وإذا نحطوها في سياق العام ونلقاو أنه حزب سياسي في تونس عنده خلفية دينية يخدم عليها ويجيب بها في الناس ويعمل بها في الشعبية متاعه، إضافة لعديد الجمعيات والتيارات المتشددة والمتطرفة والتكفيرية الموجودة في تونس، فوزير الداخلية لهنا أنا أقول يعني في ظل الأزمة السياسية في تونس يعني هو غازل طرف سياسي معين أراد إرضاؤه ببعض معناها مثل هذه التعليمات من أجل أنه ينال دعمه ونال تزكيته إذا ثم تحويرات وزارية أو ثم يعني حكومة جديدة ينجم يكون عنده هو فيها معناها مكان متميز إذا كان مش على رأس الحكومة هذه. الحاجة الثانية أنه وزير الداخلية لهنا معناها الأكت بوليتيك اللي عمله هذا هو أكت مش بوليتيك، هو أكت بوليتيزي مسيس، شاف مصلحته هو وشاف يعني أنه نجم القرار هذا يجيب له دعم من ناس معينين، لكن على حساب الشعب التونسي، على حساب الشعب اللي نجم معناها قرار كيما هكا أول ما باش يعمل، إضافة إلى أنه ضرب للحريات الفردية واللي هي تقريبا كل ما يعمل القانون ينص عليها، هذا زاد يمس من الأمن القومي اللي هو حريص عليه واللي هو وحدة الشعب التونسي، على أساس أنه شعب واحد هو بالقرار هذا قسم التوانسة بين مفطر وصائم،
وهذه قلة مسؤولية، وهذه من الأخطاء الفادحة. معناها اللي واحد في منصب وزير داخلية واللي كان لابد أنه يؤاخذ معناها جزائيا وسياسيا من أجلها، لأنه إذا معناها مناسبة كيف رمضان معناها الناس كل تحكي على خطاب التآلف وخطاب الإيثار وخطاب تراحم وكذا والتسامح، يجي هو في وسطهم ويقول معناها يعمل خطاب ويعمل تصريح يقدم معناها فيه مسائل ما عنده حتى علاقة بالحريات اللي هو وكله أنه يحماها. اليوم نشوفه أنه هو ولا يشعل في الفتنة بين التوانسة قسمهم، ولا لي شيء لغايات سياسية معناها في نفسه هو. قولوا له احنا يعني قراء التصريح هذا هو تصريح أرعن من شخص يعني من حقك أن يكون عندك طموح سياسي، لكن مش من حقك أن تحط الشعب في المناكفات السياسية هذه وإلا تتاجر بالمفطرين وتقدمهم ضحايا. وإحنا شفنا أكثر من رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي معناها مرفوعة لوزير الداخلية وتقول له راو المفطرين في الشارع من شأنه أن يصعد العنف ضدهم، يعني وإحنا ما نحبوش يصير عنف ضدهم، فلذلك أنت تصدي لهم. يعني ولت العبيد تتهدد وتبني في التهديدات بتاعها معناها بالعنف وبالخروج عن القانون وبالعودة القانون الغاب وبفرض الأفكار بالقوة، تبني فيها على تصريحات وزير الداخلية اللي هو افتح لهم الطريق هذا، واللي هو أول حجر زاوية في كبح جماح الحريات الفردية عمله هو بيده. إذن في الختام نقولوا له يا وزير الداخلية، إذا ثم سلطة مسؤولة في تونس عليها اليوم أن تفتح تحقيق معك بشأن التصريحات هذه. تفضل كريم. بسؤال ثاني، معناتها احنا نعرفوا اللي معناتها هذه الزوبعات في فنجان اللي تثيرها الحكومة أو السياسة في تونس أو رجال السياسة أو الرجال اللي في المناصب السياسية من أجل تلهية الشعب يعني أمام القضايا المهمة والأساسية اللي تمس البلاد كيما الاستقلال، الاقتصاد، غلاء المعيشة، سيطرة العصابات، الجهات الأجنبية اللي تلعب في تونس غيرها، يفتعلوا لهم بعض هذه معناتها الأشياء اللي احنا نعرفوها منذ 3 سنوات. كل مرة يطلعون لنا طلعة، مرة المساواة في الأرث، مرة الإفطار العلني في رمضان وغيرها من الأمور، واحنا نعرفوا بالقديه هذه معناتها المسائل، ونعتبر الحرية هي حق يعني مشاع لنقاش فيه، ونعرفوا اللي شاركوا في المظاهرة اللي وقعت في تونس يعني فما ياسر أشخاص يعني أصحاب معناتها بنية صادقة وكذا، فهمت، يطالبوا بالحريات، والحريات أشمل وأكبر من المطالبة بالإفطار العلني في رمضان. حركة تغيير شمال أفريقيا لم تشارك في معناتها لم تشارك في المظاهرات اللي في تونس معناتها لأنها معناتها يعرف كل أعضاء الحركة يعرف علاش ما شاركتش. تنجمش تعطينا رأيك إيزام في هذه المسألة؟ طبيعي جدا هو أنه باش يقع خلق مواضيع معناها جانبية ومسائل هامشية وتافهة وجعلها معناها تنفخ فيها وتكبيرها من أجل أنها تكون حدث وتعمل معناها عليه السلطة وبعض المأجورين على أنه يطغى على الإعلام ويكون في الواجهة من أجل تغييب معناها القضايا الحقيقية أو المشاكل الحقيقية اللي يعاني فيها الشعب التونسي. لأنه كما نعرف رمضان ما هيش مشكلته الفطور والصيام، هي مشكلته قدرة شرائية والاستهلاك والأسعار والرواتب وغيره من المشاكل اللي حقيقة المواطن التونسي معناها يعيشها، يولي في شهر رمضان من شهر تزداد فيه نسبة استهلاك ومستوى معناها المصروف العائلي اليومي، فيكتشف أنه يعني الفارق الكبير بينه هو وبين راتبه وبين أجره وبين الأسعار وأنه الشيء من قبل شبار. طبيعي جدا أنه يقع اختراع مثل هذه المواضيع الهامشية لتلهية الرأي العام. ك
كذلك نعرف أن تونس زاد في الفترة هذه تعيش أزمة سياسية كبيرة على مستوى معناها الحكومة وعلى مستوى المشاركين في الحكومة وما يسمى بالتوافق معناها هذا اللي قاعد موجود في تونس ويختم على خلفية وثيقة كارتاج. هذا اليوم يتعدى أزمة كبيرة برشا وقاعدين معناها المجموعة هذه تنفض يا إما علنا يا إما سرا وكل مرة نشوف واحد معناها يصرح تصريحات رغم أنه الحكومة موجودين فيها لكن يصرحوا ضد اللي نحبوا يقولوها أنه في حكاية التحركات اللي صارت على المفطرين وكذا هو الـ 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 من حيث المبدأ أنه إحنا ندعم الحريات الفردية والحريات الجماعية ونقف مع كل حقوق الإنسان وهي جزء لا يتجزأ ولا يمكن اجتزائها والذي يقوم به بعض معناها المتطرفين في تونس والمحسوبين على التيارات الدينية من يعني إرادة فرض معناها أمر واقع وأسلمت الدولة معناها أسلمت الشارع وأسلمت الفضاء العام احنا ضده ومع الحرية الفردية لكن المنطقة متاع أننا مع الحرية الفردية ليس بمنطق الغوغاء والدغمائية وليس بمنطق يعني كل من هب ودب يستطيع أن يحل حانوت تاع حقوق حريات ويدعي الدفاع عليها أنه كي يدعو الحاجة النجم وإحنا نكون موجودين معها بالعكس إحنا ضد كل من يمس حقوق الإنسان في المطلق وضد كل من يحول حقوق الإنسان إلى تجارة أو إلى عمل معناها يرتزق منه أو إلى عمل يحب يخلق من خلاله الحدث ويحب يتحول إلى شخص مشهور أو شخص يخلق الحدث ويجلب الأضواء وغيره. فلذلك كان خيار حركة تغيير شمال أفريقيا نظراً لاختلافها مع بعض الوجوه والناس اللي دعت الوقفة هذه في تونس خيرت من زاوية مبدئية والتزاماً منها بالوقوف في صف الشعب التونسي وفي صف حقوق الإنسان الأصيلة والحقيقية أنها ما تشاركش في التحرك هذايا وما تمشيش فيه على اعتبار أنه نحن نرفض رفضاً قاطعاً أنه تكون مسألة الإفطار في رمضان يعني تولي عنوان متاع تحرك وعنوان لكل حقوق الإنسان بنشوفه منها كان حق الإفطار. هذا تهميش للصراع زادة قوم به طرف آخر وهذا تسطيح للصراع وإخراجه عن سياقه الحقيقي والأصيل اللي هو الحرية في عمقها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحرية في مفهومها الفلسفي أيضا اللي تقريبا جل العباد اللي تحركوا مش ما نجمعوش أن تقريبا مستجدة في العمل الحقوقي و منطق الحضبة ومنطق المجموعة هي هبطت أنا نهبط. أوكي شكرا. طبعا دعم للحريات بصفة عامة والمطالبة بتطبيق الفصل 6 والفصل فهمت رغم اللي احنا عندنا مآخد كثيرة عن الدستور ولكن فما فصول يعني نجم نقوله مقبولة وتلتزم بحقوق الإنسان واللي هي فصول لا تطبق اصلا خاصه يعني بعد اعلان ما يسمى وزير الداخليه عن اغلاق المطاعم. طبعا هناك لجنه احترام الحريه وحقوق الانسان في تونس اللي هي نظمت وقفه في باريس ومعناتها دعوتنا للمشاركه فيها. طبعا احنا كحركه تغيير شمال افريقيا سوف نحضر لهذه الوقفه معناتها كأشخاص باش نحضروا فيها.
على أساس معناتها احنا متأكدين ان الأشخاص المنظمين وكل اللي بيحضروا في هذه الوقفة هما أشخاص وطنيين ونزيهين. شنو رأيك انت كإيزم حول معناتها قرار حركة تغيير شمال أفريقيا معناتها فرع تونس للمشاركة في هذه الوقفة كأشخاص؟ شنو رأيك؟ شكرا كريم. احنا كما قلنا يعني موقف الحركة من مسألة الحريات والحقوق هي إلى جانب كل حقوق بكل أنواعها، حقوق الإنسان اللي قلنا هي لا تجتزأ ولا يمكن يعني فصلها عن بعضها البعض، فطبيعي جدا باش تلقانا مساندين لأي حراك يدعم تطبيق معناها كما قلت رغم اختلافنا على الدستور، لكن الفصول الموجودة هذه اللي تكرس حرية المعتقد وتكرس الحريات الفردية، فأنا نطالب السلطة أن تلتزم بالدستور، وكذلك احنا ملتزمين بدعم كل التحركات كسواء يعني داخل تونس أو خارجها واللي من خلالها يقع دعم كل من يتعرض إلى المس من حقوقه. بالنسبة لحركة تغيير شمال أفريقيا وقرار المشاركة الفردية في التحرك هذا أمام سفارة تونس في باريس، هو أنه رغبة من الحركة في أنها على الأقل تبعث برسائل لبعض المحتكرين متاع سوق الاحتكار الحقوقي والسياسي، أنه كل ما يلقاه معناه تحرك يجي يحطوا فيه البوندرول بتاعهم أو شعارهم على أساس معناه افتكاك التحركات أو جعلها تحت عناوين جمعياتهم أو عناوين منظماتهم. معناه في حركة تغيير شمال أفريقيا كان نقاش أنضج وكان عنده رؤية استراتيجية معناها أكبر من أنه نحاولوا أن نشاركوا باسم الحركة أو لكي يحسب عليها أنها هي صاحبة التحرك. خيرنا باش نقولوا للعباد احنا رانا جزء منكم وجزء معناها معاكم، حتى لو أرادوا أن يكونوا أفراد سنكون أيضا أفراد. فطبيعي جدا أنه نفتخر بهذا الموقف، وأنه موقف راشد عقلاني إذا ثم دلالات فيه فتدل على كونه الحركة ما عندهاش عقلية ابتلاع تحركات أو السطو على نضالات الناس ومعناها وجعلها تصب في الحساب بتاعها. فمن هذه المنطلقات قررت الحركة أنها تشارك معناها أو أفرادها يشاركوا بصفة فردية في تحرك هذايا بتاع نهار السبت. ومن خلال المنبر هذا نزيد ندعي التوانسة الموجودين في أوروبا كل واللي بإمكانهم أن يتحولوا للعاصمة الفرنسية باريس، ونجموا يلتحقوا بالتحرك هذا بأنهم ينضموا وأنهم يعبروا على دعمهم لشعبهم في تونس ودعمهم لحقوق الإنسان هناك والحريات الفردية بدون قيد أو بدون حتى شرط.